والله انا الجديد كنت عايز اقول ان المعرض النهارده ليه رساله اعتقد يجب ان تصل للعالم كله. رساله المعرض السنه دي ان مصر بلد الامن والامان. احنا النهارده شايفين الحضور، شايفين الجماهير موجوده وكل الناس جت معرض زوردة، واعتقد ان شعار العارضين كلهم في حب مصر. انا بحضر معرض زوردة من سنه 90، يمكن ما فيش معرض غبت عنه، والسنة دي يمكن الوضع مختلف. يمكن صحيح عدد العارضين السنة دي يمكن قل شوية عن السنين اللي فاتت، لكن أنا شايف نسبة الضيوف اللي موجودة اللي بتيجي المعرض، أنا شايف النظر الحضور كبير. يمكن الحضور السنة دي أعلى من السنة اللي فاتت بالذات في يوم الافتتاح، وأنا بدعو كل المصريين أن يجوا المعرض لأن ده متنفس لجميع المصريين. تعرف حضرتك إحنا مصر بتحتفل بأعياد كتيرة الأيام دي، يعني أعياد شم النسيم وعياد عيد الأم كل سنة، وكل أمهات مصر طيبين. فبدعو كل المصريين لزيارة المعرض ده، لأنه فعلا معرض يدعو للبهجة ويدعو للفرح، ويعني ويمكن الأطفال كمان. أنا بشجع كل الأمهات أن تبدأ تجيب أطفالها ويزور المعرض، يتمتعوا بالظهور اللي موجودة في المعرض. والله كفاية، يمكن أنا كنت موجود مع معالي الوزير النهاردة، وكان بعض العارضين كانوا بيعرضوا المشاكل اللي موجودة عندهم. يمكن معالي الوزير كان بيرحب بكل ده، وكان كمان بيستمع للعارضين لحل مشاكل التصدير، ودي خطوه كويسه ان احنا نبدا نشجع العارضين ونشجع المصدرين ان هم يبداوا يشجعوا او يشجعهم ان هم يبداوا لزياده الصادرات المصريه من زهور الزينه والقطف، لان ده برضه منتج بيدعم الاقتصاد المصري. لا، نباتات الطبيعه العطريه في مصر النهارده احنا في طفره كبيره جدا. يمكن احنا اتجهنا للصحراء دلوقتي في زراعه النباتات الطبيعه العطريه، وبنصدر كميات كبيره دلوقتي منها. حتى النهارده بقى في صناعه موجوده داخل مصر للنباتات الطبيعيه والعطريه. لا، احنا تقدمنا كتير جدا عن السابق في زراعه النباتات. المساحات عندنا زادت جدا، بدات بعض الصناعات يتم تطويرها. فانا شايف ان احنا ماشيين في خطه مستقبليه ممتازه بالنسبه للنباتات الطبيعيه والعطريه في مصر.